مشاهدينا مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التاسعة مساء. النهاردة عندنا حلقة غريبة جدا بمناسبة عيد الحب. عندنا زوج وزوجة متجوزين بقالهم أكتر من 50 سنة ما شاء الله. برحب بالحاجة فاطمة، أهلا بيكي. أهلا بيك يا نائل يا ابني. وزوجها الحاج مرسي، أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. هبدأ معاك يا حاج مرسي، احكي لنا قصة الحب الجميلة ابتدت ازاي؟ والله انا بحكم شغلي في مصنع الغزل والنسيج كان لي الشرف اني اشتغل مع الحاجة عباس عم الحاجة فاطمة، وعرفت انها بنت حلال وبنت طيبة، فقررت يعني اطلب ايدها من الحاجة عباس. زي ما سمعنا قصة زواج تقليدي بدون شرارة الحب، يعني بعتبرها اقرب لعقد العمل او البيع او الشراء بين طرفين. يعني لا لا يا استاذ نائل، لا ده انا من اول ما شفت الحاج حبيته على طول، حسيت ان هو الزوج والاب والاخ. الاخ دي بتحطك في الفريند زون يا حاج. فريندز ايه يا استاذ؟ ده انا عمري ما هنسى شهر عسلنا في اسكندرية. زي ما حضراتكم شايفين الحاجة فاطمة بتتهم الحاج مرسي ان هو استرخص في شهر العسل وما ودهاش ماليزيا زي بنت عمها. يعني يا فكرتني يا استاذ نائل بايامنا في ماليزيا. اصلي انا الحمد لله تم اختياري للسفر مع افراد الطاقم المصري للاشراف على المصنع القطني المصري اللي في ماليزيا، وطبعا خدت الحاجة فاطمة معايا. طبعا غربة موحشة بعيد عن اهلك، وكل ده ليه؟ عشان الكارير بتاعه على حساب استقرارك وقربك لاحبائك واهلك. شوف يا استاذ نائل، انا منحدرة اصلا من عائلة يعني كلها بشوات وقضاء واطباء. يعني تقصدي انه اقل منك، يعني احقر او من طبقة احقر منك يعني. فلما رحنا ماليزيا بفضل بتعايرك يا حاج. الحاج تمكن بفضل الله ان هو يلاقي لي شغل انا وكل افراد اسرتي، وتجمعنا من تاني انا وامي وابويا وعمي. نفس العم اللي عرفكم على بعض، واضح من كلامك ان هذا العم بيتدخل في امور شخصيه وبدونه قد تفسد هذه العلاقه الهشه. يعني لا 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 يا استاذ، انا عمي كان اكتر راجل يفهم في الاصول في العالم دي كلها، وعمره ما اتدخل بينا. الله يرحمه بقى، مات من 20 سنة. طبعا مات ضحية ميليشيات الإهمال الطبي في ماليزيا اللي جوزك سفرك. لحد إمتى يا جماعة هنفضل نسفر قرايبنا لماليزيا عشان يموتوا؟ وأنا من مكاني هنا بطالب بصحب السفير المصري من ماليزيا ووقف تأشيرات الزيارة بشكل نهائي وغلق المستشفى التي استشهد فيها هذا الشهيد المصري عاشق تراب بلده. اسمها ايه المستشفى يا حاج؟ الوفاء والامل. الله، دي اللي في شارع العريش؟ مظبوط. امال ماليزيا ايه وبتاع ايه؟ عارف انا. طبعا بنشكر اطبائنا المصريين البواسل اللي حاولوا بشتى الطرق انقاذ هذا الرجل من العبث الطبي اللي تعرض له في ماليزيا، ولكن تاتي الرياح محمله بالاتربه. يعني والله الحمد لله يا استاذ نائل، دي بتبقى اقدار، لكن انا وام العيال ناس مؤمنين. ام العيال؟ عيال مين يا حاج؟ عيالي انا والحاجه فاطمه طبعا. من اين لك هذه الثقه خصوصا مع ماضي الحاجه فاطمه يعني؟ لا يا استاذ لا اقبل هذا الكلام، وبعدين انا صرحت الحاج بماضيه قبل الجواز وهو قال اوكي. دي بتقول عليك اريال يا حاج. اريال؟ استنى، الاعداد بيقول لي معانا اتصال. الاستاذ عزمي مساء الخير. الو الو، السلام عليكم، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ عزمي. انت استاذ نائل يعني عمال بتسخن في الحلقه وبتوقع الناس في بعضها عشان تجيلك اعلانات وكده، عايز اقول لك عيب عليك، عيب عليك يا نائل. انا راشي. ماشي يا استاذ عزمي، انا صحيح صوتي مونوتون بس انا من جوايا متعصب يعني. بعدين انتظر ايه من بلطجي يعني؟ بلطجي؟ تصدق بقى انت راجل. طبعا بعتذر للجمهور عن هذه الالفاظ القذرة، وانا مش هرد عشان المساق الاعلامي وعشان الجمهور. يا واضح ان الخط قطع. معانا اتصال تاني. مدام ميا من ماليزيا، مساء الخير. تفضلي يا استاذة ميا. أحب أن أقول لزوجي مرسي لقد وحشتني ووحشت أولادنا سونغ ويونغ. يونغ قوي قوي يا مرسي، أرسل لي قبلة
الهوا، بحبك. كوبلة على الهوا، ده كده القرع استوى يعني. كدب والله كدب، انا ما اعرفش مين دي. فريق اعداد البرنامج استطاع ان يحصل على السيرش هيستوري بتاعتك اللي بتثبت انجذابك للسيدات الاسيويات، ما تخلينيش اوضح اكتر من كده يعني. وصلت لل يا مرسي. والله ما اعرفها، دي بترمي بلاها عليا. اسكت لما اتكلم تسمعني، فاهمني؟ تسمع تسمع تسمع. ايه دي يا حاجه؟ ايه دي يا حاجه؟ عيب كده يا جماعه، انتوا عشت عمر. الحمد لله قدرت ان انا اولع الحلقه، الحمد لله. ومعانا متصل اخير، حسين من الشرقيه. الو الو يا استاذ نايل، يا استاذ نايل، انت بتعمل معاهم كده ليه؟ بعمل كده عشان الجمهور وعشان الميليشيات وعشان احنا ميليتار.